الاستهلاكيه كانت يعني ثقافه غير مبنيه على استهلاك اللحوم، لكن بسبب العولمه اصبح عدد كبير من الناس يستهلكون يعني متجانسين غير او لا تدخل في ثقافتهم الغذائيه. عندما يقتل الانسان حوالي 60 مليار حيوان سنويا لتلبيه حاجياته، هذا اكيد له انعكاس على استغلال او على تدبير السواحل. المشكل كما قلت ان قضيه صناعه النمط الاستهلاكي امر ما كاينش ذكر الناس يخدموا عليه، الناس بداو يخدموا عليه منذ سنوات. يعني صناعه عقليه القطيع في الاستهلاك، شفت في التلفازه بان فلان كيستهلك بواحد الطريقه معينه غادي نحاولوا ندير بحالو، شفت في التصاور في الفيسبوك بان واحد غنحاولوا ندير بحالو. هذه الصناعه هدفها الاساسي قبل كل شيء وهو رفع ارباح الشركات الكبرى والعابره للقارات. مع الاسف هذا النمط لا ياخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحليه الحقيقيه للساكنين، بقدر ما يحاول ان يدفع يعني الساكنه المحليه الى تبني يعني نموذج او نمط استهلاكي يضخم خيرات الشركات الكبرى. واليكم مثلا الصوره، يعني مع الاسف نحاول ان نربي الطفل الصغير منذ نعومه اظافره على نمط استهلاكي معين، وهذا هو الواقع. لان هناك عولمه في الاستهلاك وعولمه في الانتاج. يبقى السؤال ما هو الاثر؟ ما هو الاثر؟ فلنضرب مثال فيما يخص استهلاك الملابس. استهلاك الملابس على الصعيد العالمي، ونحن نعرف هذه الموضه، موضه يعني ارتداء الملابس حسب الصيحات وحسب صيحات الموضه. ما هو اثرها؟ ما هو اثرها وخاصه على الجانب البيئي؟ ف اليكم بعض النماذج. يعني من بين الاثار السلبيه لصناعه النسيج هناك احداث مثلا تغيرات مناخيه عميقه جدا، هناك كذلك يعني تبريد البيئه وتبريد خاصه يعني هناك تبريد للمياه الجوفيه ولمياه البليان مياه السوائل، هناك يعني تبريد للهواء وغيرها من الاثار السلبيه الناجمه عن دفع الناس عن دفع البشر في الى او الى نموذج استهلاكي يعني نقول انه يعني واحد نموذج استهلاكي اريد به في الاصل ان يحسن وضعيه الناس ووضعيه الناس الاستهلاكيه، لكن في الواقع له من الاثار السلبيه ما يمكننا او ما يعني يجب علينا كمستهلكين وكاساتذه وكمسؤولين ان نعيد يعني حساباتنا في تبني هذا النموذج. هذا النموذج مبني على ما يسمى بالنموذج الاقتصادي الخطي، النموذج الاقتصادي الخطي لإيكونومي. هذا النموذج الاقتصادي الخطي مبني على استغلال الخيرات وليس استعمالها.
l'exploitation et pas l'utilisation. يعني عندنا خيارات. الهدف يعني هدف هذا النموذج الخطي وهو كيف يمكنني أن أنتج أكبر ما يمكن من السلع. أن تلبي هذه السلع حاجية الناس فهذا لا يعنيني. ما يهمني كمنتج هو أن أرفع نسبة الإنتاج، لأن عن طريق رفع نسبة الإنتاج نحدد ترتيب الدول، هل هي دول نامية، دول متطورة أم دول يعني سيارة في طريق النمو، الناتج الداخلي الخام ينبني على الإنتاج، والإنتاج أو هذا النموذج ينبني على الإقتصاد الخطي، وعليه فإن هذا النموذج حقيقة أصبح يعني غير ملائم إطلاقا لواقع الناس على هذه الكرة الأرضية. فما هو البديل؟ البديل هو أن نحيط دورة إيجابية في الاقتصاد بحيث أن نفاياتنا تصبح موارد وخيرات يمكن أن نعيد استعمالها مرة أخرى. فمع الأسف الشديد هو أن هذا النموذج لا زال في بدايته، خاصة على الصعيد الوطني. هناك بعض الدول المتقدمة الآن، دول الغربية ودول شمال أوروبا وبعض الدول المتطورة، وعد السكان الساكنة المواطنين يعني عندهم واحد الوعي بضرورة تغيير نمطهم الاستهلاكي، لأن إن لم نغير يعني نمطنا الاستهلاكي فمصيرنا في السنوات القادمة مع الأسف الشديد يعني مع الأسف يعني مصير بصراحة ما فيش واحد يفرق. الواقع الآن تصرفاتنا كمستهلكين نتبنى استهلاكا عشوائيا، فيكون فقط هذا النموذج ما بين 1950 وتوقعات 2050 نبني مع الأسف يعني بعض المدن ونبني بعض البنايات ونحاول أن نتبدل ولا نتحضر، نتبدل في أسلوب عيشنا، لكن مع الأسف فهذا الأسلوب هو أسلوب غير متحضر. قد نبني يعني بنايات شاهقة، وقد نبني طرق متطورة، وقد نتبنى يعني بعض أمور المدنية، لكن في عمقها فهي لا تعبر بقى عن التحكم. فقلت هذا النموذج الآن لو أننا لو استمرنا فيه فالنتيجة محسومة مع الأسف، وهي أن الخيارات والمباني سوف تزداد ندرة، ومعها يزداد الصراع ويزداد التنافس. والواقع أن هذا النموذج هو حقيقة يعني يمكن أن نعبر عنه أو لا يمكن أن نستشف بعض يعني عوالمه من هذه الخريطة. فكما تلاحظون أن المركز العالمي أو المركز الدولي لإنتاج السلع تحول من أوروبا وأمريكا إلى آسيا، وأصبحت آسيا هي مكان إنتاج أغلب السلع، بينما الأسواق التي لها يعني فيها واحد نوع من الربحية لا زالت في أوروبا وأمريكا. فيعني يمكن أن نقول أن تنقلات السلع
أو لا تقول أن السلع نحاول نقلها من آسيا إلى دول أوروبا وإلى دول أمريكا الشمالية يحدث آثاراً سلبية على البحار ويحدث آثاراً سلبية على السواحل. يعني إليكم فقط هذا النموذج في البحر الأبيض المتوسط، سواحل البحر الأبيض المتوسط جراء يعني هذا النموذج الاستهلاكي. الآن أصبحت تعاني كل تقريبا جميع السواحل، سواء السواحل الأوروبية أو السواحل الآسيوية أو السواحل الإفريقية. والملاحظ أن الأماكن التي تعاني أو السواحل التي تعاني هي التي يكثر فيها البشر وهي التي يكثر فيها الأنشطة الاقتصادية. فهناك علاقة يعني وطيدة بين يعني الأنشطة الاقتصادية واستقلال البشر من السواحل وما يخلف من آثار سلبية واضحة على هذه السواحل. ما هي النتيجة؟ النتيجة ما تلاحظون تلوث على جميع الأصعدة. النتيجة هو يعني نوع من الفساد الواضح في البر وفي البحر، فساد بسبب ما جلته أيدي البشر. سعيهم وراء الاستهلاك المبالغ فيه، سعيهم وراء استهلاك غير أخلاقي، سعيهم وراء استهلاك غير أخلاقي، غير عقلاني صحيح ولكن السبب غير أخلاقي. لأن لا يمكن كيف يمكن أن نفسر رغبة بعض الشركات في الربح يعني تحت أو لا يعني تحت ذريعة إحداث بعض الرغبات الجديدة ودفع الناس إلى استهلاكات ثانوية حتى ولو كلف ذلك تمويت الساحل وتمويت البحر. فهذه الوضعية المغرب معني بها مباشرة كما تفضل الزملاء الكرام في الجلسة الافتتاحية وأكدوا على خصوصية المملكة من ناحية السواحل بكون المغرب يضم حوالي 300 كيلومتر من السواحل. هذا فيه شيء إيجابي للمملكة باعتبار أن هذه السواحل هي مصدر اقتصادي مهم جدا، لو أحسن استعماله لا كانت آثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع آثار مهمة جدا. لكن مع الأسف الشديد نلاحظ بعض الاستعمالات وبعض يعني الأنشطة الاقتصادية التي لها آثار سلبية وخيمة على هذا السعر أو على هذه السواحل. كما قلت يعني هناك محاولات لإدماج السواحل في النظام الاقتصادي. هناك حوالي 6 مجموعات كبرى اقتصادية كما هي ممثلة في هذه الخريطة، ومدينة العرائش كذلك لها يعني حقها. فإقليم العرائش 3 جماعات معنية مباشرة بالسير أو بتدبير سواحل، جماعة العرائش، جماعة الساحل، وجماعة العلا. 3 جماعات لها حق كبير جدا أن لها يعني يمكن لها حقها من البحر. هذا الحق يجب أن يحسن استغلاله. السؤال هل من الإمكانيات المادية والبشرية
وهل المباءات تمكننا من استغلال او من استعمال والتعامل الايجابي مع خيرات هذا البحر او هذه السواحل ام مع الاسف ما يتعرض اليه المواقع سواء في عائش او في الساحل او في عوالها او في غيرها جراء هذه العوالم عندما نطل على ساحل العوالم والراحل يعني هذا الانسان الفريز والفرنباز والبنزين وجميع انواع الفواكه الحمراء هذا النموذج من نماذج العولمه لان الفلاح في جامعه العولمه لمن ينتج؟ هل ينتج للمواطن العائش؟ هل ينتج الى اي مواطن موجود في تصدير؟ لا هو ينتج الى مواطن عالمي ينتج الى مواطن في فرنسا وفي انجلترا وفي هولندا وفي روسيا وغيرها في اطار العولمه في اطار تبادل الاموال قد يقول شخص هذا امر طبيعي جدا في اطار ان المغرب دوله منفتحه ودوله تجاريه مع العالم صحيح لكن من يخدمون البلاستيك في الساحل وكيتقنوا وكيمشي بعد ما تروح للريسيرش وكنشدوا هادو البيستيسيد هادو يعني هادو الادويه وكنداويو دوك الفريز والفرونبواز وغيرو غيرو وكيمشي مع الفرشاه المائيه وكيمشي مع 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 الساحلين شنو كنت المواطن المغربي اللي في العوامه انه يعني واحد ياكل فريز وواحد يمر واحد ياكل فريز وواحد المصنع ديالو عامر البلاستيك وعامر كذا فالسؤال يعني كيف يمكن لاقتصادنا ان يستفيد من سواحله من دون ان يتعرض لهذه الضغوط العولمه عن طريق اعاده النظر حتى في النموذج التنموي لان حقيقه ملي كنشوفوا النموذج التنموي الان باسم العالم باسم المغرب كامل باسم المغرب النموذج التنموي الجديد الى اخره الى اخره ولكن نعلم ان النموذج التنموي المغربي الان ينبني على اربعه او خمس اشياء سياحه فلاحه استثمارات اجنبيه خاصه والامر الرابع جاهزيه يعني ثلاث أو أربع مبادئ مهمة ماشي بالدين بيد آخر الفلاحة بيد النشطة سياحة لا ما قدر الله وقع ما وقع شيء شي حمق شيء شيء صار أعلى مشان السياحة الاستثمار الأجنبي ويجي للاستثمار على المستوى الإسباني أو البرتغالي أو الهولندي ويستثمر في العمارة راه نهار من يوم ما شاف الارض في العوالم راه ينتج غير يهز فلوسه وغير يمشي للمصادر الاخرى وما عندوش علاقه وجدانيه مع لبعبه العوالم هو كيعرضوا علاقه مع شنو كتدخل ليه العوالم يعني نهار اللي تبقى العوالم فيها الانتاج ينقص او لا نهار من العوالم غيولي المدينه مروبات غير يهز فلوسه وما يمشي لحاجه الامر الرابع وهو يعني التحويلات المغاربه اللي كنا على برا هذا الشيء ما كينقص المغاربه من كلهم عاشوا عندهم صغار الجيل الثالث مش عارف على المغرب والو وبالتالي هذا النموذج يجب ان يعاد فيه النظر وعليه فتصرفات كهاته بناء عمران استغلال السواحل استغلال الرمال بطريقه عشوائيه كلها ليست في صالح النموذج التنموي المغربي اطلاقا خاصه ونحن نعرف ان يعني السواحل المغربيه قد تكون رافعه ودافعه لنموذج تنموي يعني ايجابي كيف ذلك وذلك عن طريق السياحه عن طريق تشجيع السياحه الساحليه
مواطنة على طريق تشجيع الصين، ولكن ليس الصين العشوائي، الصين شركات القرى التي تستنزف الخيرات على طريق الرحلات البحرية السياحية، على طريق استغلال النفط، ولكن بأخذ باعتبار الخصوصيات البيولوجية والخصوصيات البيئية لهذه المناطق، تربيط الحياة، أشرف الخلود والتقية وغيرها، فكلها أنشطة قد تكون لها آثار إيجابية على استغلال السواحل. وخاصة وهنا أسرع قوس أن يعني فرص المغرب الاقتصادية فرص كبيرة جدا حقيقة، المغرب بتنوعه الجغرافي والخيرات التي يحتوي يعني عليها فرص اقتصادية فرص كبيرة جدا. فالمغرب بتنوعه يرسل الاقتصاد الأزرق الذي له علاقة مباشرة مع البحر فقط بثلاث خصائص كبيرة، مسألة ميزانية إيجابية جدا، صيد، تربية الحياة، ثقافة، والسياحة، نقل، لوجستيك، طاقة، صناعات، إلى آخره إلى آخره، كلها فرص. لكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. يجب أن ننتج أولا وقبل كل شيء، يعني آخذين بعين الاعتبار الحاجية الاقتصادية والإمكانيات المتوفرة على الصعيد المحلي. إذن ما هي الأهداف الطويلة المدى التي يمكن أن نركز عليها؟ أو يعني يقول بكل صراحة، لنشوف الدول المتقدمة الآن هي الدول التي أولت عناية كبرى للمعرفة والتكوين والابتكار في رأس مال البشر. يعني يجب لا على النظام التعليمي في على مستوى الإعداديات والثانويات والمدارس، ولا على مراكز التكوين المهني، ولا على مراكز ولا على مستوى التعليم العالي أن تولي يعني عناية أكبر لهذا بحث وتكوين ومعرفة لها علاقة مباشرة مع البحر. خلينا نتصرفوا مع البحر، نتصرفوا مع الساحل، أن نعرفوا الخبائث هذه المجال مهم جدا، ثم أنتم يعني إعطاء مكان رئيسي للحفاظ على الأنظمة البيئية في جميع المناطق المعنية بهذا الأمر، ثم تزيد الحكام الترابي للمجال البحري، وهذا يخص أساسا الفاعل السياسي المحلي. الفاعل السياسي المحلي يجب أن يعي دوره كما ينبغي. الفاعل السياسي المحلي عليه ينبني هذا المشروع أن تكون له رؤية، يعرفش ما يكون هذا المجال، لأنه هو الله المجال اللي قد يكون مدبا للخيرات ولكل ما هو إيجابي، كما أنه قد